البيت. قال سلمان المحمدي: يا معاشر المسلمين، أنشدكم بالله وبحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألستم تشهدون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سلمان منا أهل البيت؟ فقالوا: بلى والله نشهد بذلك. قال: فأنا أشهد به أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: علي إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وهو الأمير من بعدي.